يعطيكم العافية يا شباب، بنرحب فيكم في الحلقة الأخيرة من مسلسل برمجة الوسائط 1، على أمل اللقاء فيكم في الجزء الثاني. تمام، فاليوم إن شاء الله آخر محاضرة. تمام، بخصوص الامتحان النهائي، الامتحان النهائي مش محوسب، هيكون على ورق، نمطه زي النصفي بالضبط يعني، وزي الامتحانات، انه انت عندك اختيار متعدد صح وغلط بالاضافة لأكتب كود. تمام، المنهج كله داخل، لانه بطبيعة الحال بقدرش اقول لك انه الفور داخلة على سبيل المثال، او الفانكشن داخلة والاف مش داخلة، اكيد بطبيعة الحال انت بتحتاج اف جوات الفور او جوات الدالة، فبالتالي المنهج كله داخل، كله مترابط، مرتبط ببعض. تمام، بالعربي هذه القضية خلاص حكي، يعني ما فيش داعي انه انت ترجع تحكي فيها تاني. تمام، كيف؟ ما فيش تشيك. تمام، هو يعني انت يعني في ممكن انه انت تعمل رن للكود على الورق، بعد ما تخلص الكود بتروح بتجري. زي ما في النصفي انا يعني صلحت، يعني انه يعني صار تصليح للاسئله بشكل يدوي، اذا انت يعني انه تهاونت في بعض الشغلات، فالنصفي كذلك في النهايه حيكون نفس الشيء. نعم، الامتحان النهائي على ورق مش محوسب. كيف؟ انا معك انه احسن، وهو يعني وانا بدي محوسب، بس يعني العوائق لوجستية، يعني فيش إمكانية لجدولة الامتحانات، يعني في أكثر من امتحان المحوسب، فيش إمكانية لجدولة هذه الامتحانات بشكل محوسب، فخلاص إنه ورق. ورق تأخذ راحتك بس. تأخذ راحتك؟ أو إذا بدك تجيب يعني ورق من نوع خاص بشغل الكود، يعني مثلاً ورق زبدة او اي شيء من هذا القبيل، يعني ممكن يشغل لك الكود. تمام، كيف مش مشكله ولا مشكله؟ ما انا يعني هنا في المحاضره باجي بقول لك انه طلع ورقه واكتب، يعني تحل لي مساله. نيجي بشكل سريع انه نراجع السترينج لايبرري اللي انا حكيت انه ايش المطلوب منك. تقريبا مطلوب منك 16 او 14، مطلوب منك 14 دالة. تمام، هدول لازم تركز عليهم، لازم تكون كل عارف كل واحدة ايش بتسوي بالضبط. تمام، دالة الابر بترجع سترينج، وحكينا انه بتحول لابر كيس، واللور بترجع سترينج بتحول للور كيس. از ابر از لور هدول بيرجعوا ترو او فولس، والستارتس وذ والانس وذ برضه بترجع ترو فولس. داله الكاونت بترجع انتجر، شايف الفرق؟ هنا بترجع سترينج، هدول ترو فولس، هذه انتجر عباره عن عدد تكرار، بترجع تكرار الحرف إذا كان موجود، وإذا ما كانش موجود بترجع زيرو. تمام، دالة الفايند برضو بترجع انتجر، بس في عندي حالتين، يا إما ناقص واحد إذا كان مش موجود، وإذا كان موجود بترجع لي الاندكس تبعه. دالة الإز ألفا إز
النيوميريك هدول بترجع ترو فولس، بتفحص اذا كان حرف او رقم. في عندك دالة جديدة برضو بدي اضيف لك اياها از سبيس، ما حكيتها المرة الماضية، از سبيس بتفحص لك انه الكاركتر هذا انه سبيس ولا لا، كاركتر او سترينج مكون من سبيسات مسافات. دالة الستريب حكينا عنها، بتشيل تعمل تقليم للوايت سبيس من اليمين والشمال، والوايت سبيس هي عرفت لك اياها هنا انه المسافة، المسطرة هاي تمام حطيناها بين الأقواس هذه عشان انت تقدر تميزها. بترجع انتجر، نعم. فهاي عبارة عن مسافة مسطرة انت عندك في الكيبورد، عشان يعني انه احنا عشان السبيس بنشافش فبنروح بنميزه بهدول البراكتس تمام. سلاش دي اللي هو التاب وسلاش ان نيو لاين، فهذه الستريب. في عندك دالة الجوين حكينا عنها، بتعمل لك ضم لليست اوف سترينج، ليست اوف سترينج بتروح بتضمه وبتحدد ايش الفاصل فيه تمام. يعني هاي انت عندك هذا السترينج عملنا له سبلت، ايش صار؟ صار عبارة عن ليست اوف كاركترز، ليست اوف سترينج عفوا، كلمات هلو لوحدها، احمد لوحدها، ويلكم وهكذا تمام. الان لما بدي استدعي دالة الجوين لازم اديها ليست اوف سترينج، ليست اوف ووردز. وليست اوف ووردز من وين اجيبها؟ اللي هو ممكن استدعي دالة السبلت، او اذا انا كنت عاملها بخطوه منفصله انه الووردز بتساوي لسترينج دوت سبلت. هنا عملنا جوين وحطينا الفاصل، هو ضم الكلمات لزقهم في بعض، وايش حط الفاصل بيناتهم؟ سبيس. فبالتالي طلع الناتج معك زي هيك. او ممكن انه انت تغير الفاصل بيناتهم عباره عن سيمي كولن، فاصله منحوطه، فبالتالي هاي بحط لك بين الكلمات سيمي كولن. او ممكن تحط nothing empty string، فبالتالي بروح فعليا بلزق لك اياهم كلهم مع بعض، بعمل لك جوين لانهم بضمهم كلهم مع بعض تمام. لو حطيت underscore فعليا بروح بلزق الكلمات مع بعض وبيناتهم بيكون underscore. طيب هاي دالة الجوين. دالة السبلت فعليا شو بتسوي؟ بتحول لك النص لكلمات، النص لكلمات، فبالتالي بترجع لي list of string. خلي بالك في فرق بين ان انا اقول لك بترجع string او بترجع list of string، قائمة كلمات. فبالتالي على اي اساس بعمل cut؟ على اي اساس بقط؟ على الوايت سبيس. list of string زي الاندكس، هاي list of string. يعني انا لما اجي اقول لك هذه list of numbers تمام، هاي list of strings. مش احنا حكينا انه list انه انت بتبدا بهذا القوس، قوس المربع وبتنتهي فيه، خلص كل ما تشوف في البايثون هذا الشكل خلص تعرف انه list. هذه عناصر integers، صفر كوما، بتلاقي كوما خلاص هاي العنصر الاول، العنصر الثاني واحد، العنصر الثالث، فبالتالي الفاصل بيناتهم فاصله. وهنا نفس الشيء، قائمه من الكلمات list of words، قائمه من الكلمات او list of strings، فبالتالي انه هاي البدايه والنهايه تبعت الليست، هاي السترينج الاول او الكلمه الاولى، هاي السترينج الثاني، وبيناتهم فواصل تمام. في عنا عندي الان اوبريتور، هذه ممكن تعتبرها انه زي الفايند، بس الفرق انه بترجعش اندكس، فايند بترجع اندكس، هذا ايش بترجع؟ ترو فولس تمام. فبالتالي هنا انت ممكن تقول انه نمط ايش؟ نفس المسائل لما كيف؟ كيف المنطق الامتحان؟ مسائل زي ما انا بدي لك اياهم، اكتب برنامج انه يعدل لي كل الكلمات الابر، يعدل لي كل الكلمات اللور، فانت بتفحص بتستخدم از ابر واز لور لوحدك خلاص بتعرف. بدي برنامج يعدل لي المسافات في نص، حدي لك امثله، حدي لك امثله. فبالتالي هل الاي موجوده في اس؟ اس اللي هو السترينج، هاي الاس، فبالتالي اه موجوده، هي موجوده في احمد، في احمد بس تمام. طيب هنا نفس الفكره، هل الاي كي موجوده او الاي سي موجوده؟
فولس، معناها A متبوعة ب C بس الـ AH موجودة. تمام؟ فبالتالي الفرق بين الـ N operator والـ find إنه هديك بترجع index، هاي بترجع true false. طيب حكيت إحنا شرحنا إيش هو الـ white space، وهنا عشان هيك أنا بقول لك ما فيش داعي إنه أنا أدي لك إياه معتبر لك إياه، عد عليك إنه هم دوال، أنا يعني حكيت لك إنه هم قديش أكم دالة 14. فبالتالي هنا R strip نفس الستريب بس هنا من جهة رايت يمين. تمام؟ أنت أشمالي والال بتكون من الليفت سايد، أما الستريب هاي رايت وليفت من الجهة هذه والجهة هذه تبع الستريب. الوايت سبيسز اي واحدة من هدول الثلاثة. وانا بدي في الوسط سبلت مع جوين، هذا كلام حكينا عنه المرة الماضية. ايش سلاش ان وسلاش دي؟ طب هيو انت اخذت، يعني انا حكيت لك هاي الاس في كنترول كاركترز سلاش تي وسلاش ان. تمام؟ متى بتتفعل؟ في البرنت. هاي انت عندك هنا بعد احمد هيو نزل سطر جديد، وهنا عندك الهلو ايش في عندك مسافة وتاب وكمان مسافة، هاي بدي اجيب لك اياهم. هاي المسافة انا بعلم بالماوس قاعد، هاي التاب لاحظ انه انا لسه ضغط على الكليك تبعت الماوس، متى تعلمت؟ بعد ما انا عديت مرحلة معينة تعلمت كلها. هذا تاب حرف واحد، تمام؟ بس هو عبارة عن اربع مسافات، او انه عبارة عن يعني انه مسافة طويلة تاب، وهذا هاي هو مسافة واحدة. فبالتالي هاي المسافة تاب مسافة، وهي السلاش ان، هاي في عندك حرف السبيس بعد احمد تمام، وهي سلاش ان نزلنا سطر جديد وويلكم في قبلها مسافه. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب نيجي للمسائل. بدي اياك تكتب برنامج لإيجاد الكلمات التي تنتهي بحرف متحرك. عندك في اللغة عندك حرف متحرك وحرف ساكن. حرف متحرك يعني حرف صوتي، يعني بيطلع انت عندك زي الـ A O E. نعم. حرف ساكن انت عندك زي الـ S P. تمام؟ زي هيك. فبالتالي عندنا في الإنجليزية الأحرف المتحركة أو أحرف العلة خمس أحرف A, E, I, O, U. فبدي برنامج بيلاقي الكلمات بيطبع لي إياها على الشاشة يعني. تمام؟ أو ممكن أعدل لك نص السؤال أقول لك عد الكلمات التي تنتهي بحرف متحرك، فبدك تستخدم من الدوال هدول الـ 14 اللي أنا أديتك إياه. طيب أول شغلة، أول شغلة مدام أنا حكيت كلمات بدك تقطع، بدك تعمل split. فبالتالي هنا my str بتساوي input enter a string، وهنا words بتساوي mystr.split. بعديها بدك تلف على الكلمات، وهنا الشغل. هذا الكلام كله السلام عليكم كلام فاضي، انه انت تقطع وتلف على الكلمات. انا ايش بدي؟ تحدد لي الكلمات
او تلاقي لي الكلمات اللي بتنتهي بحرف متحرك. قبل ما احلل لك السؤال خليني ارجع لك هنا، انه انت تعرف شو معنات انه انت تلف على كلمات او تلف على حروف. يعني هنا هذا النص اللي احنا دخلناه، هجيت انت لما تقول هاي النص اللي انت اللي احنا دخلناه ماي اس تي ار، لما تقول سي اتش ان ماي اس تي ار هو فعليا بلفش على كلمات، على احرف بالضبط. فبالتالي إن هذا حيطبع لك كل حرف لحال، تمام. اما لما تعمل سبليت فعليا ايش بيسوي؟ بيقطع وبلف على كلمات. فهنا شوف الفرق بيناتهم، يعني هلو ماي نيم از احمد اند اي لاف باي. لاحظ انه هنا لما انت عملت يعني انه فور سي اتش ان ماي اس تي ار لف على كل حرف لوحده، اما هنا هاي الفاصل اللي هو هيو، تمام. بعدين هنا صار يلف على الكلمات، قطعهم صار يلف عليهم، تمام. خليني اخذ هذا لانه حيلزمني. فبالتالي هنا نص السؤال بيقول كلمات، خلاص بعرف انه بدي تقطيع. بس حدي لك يعني مساله ثانيه انه بتتطلب انه انت تتعامل مع الاحرف، فبدي اياك تلف على الاحرف لوحدك بدك تعرف، تمام. طيب كيف بدنا نجيب الكلمه هذه نقدر نعرف انه بتنتهي بأحد الأحرف الخمسة ولا لا؟ فالاند ويد اند ويد، يبقى هنا اف وورد دوت اندز ويد ايش؟ اي 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 او يو وورد واحد في فراغ بتصير طويلة كتير. بدي اكتب خمسة والمبرمج كسلان بدل ما يستخدم اصابعه بيفترض يستخدم يستخدم عقله. خمسة مع بعض سلب كيف؟ لا خمسة مع بعض عملنا سلب صار متغير. اي خمس احرف ممكن تبعد جملة كلمة كلمة واحدة تمام متغير. يعني انت عندك بتقول فاولز بتساوي اي اي، يعني انه وكانه انت بتقول انه انت بدك اياها اي اي او يو اي يو بعدين استنى بس نشوف الحل تبعه طول بالك. بس اذا ما بيجوز شايف هنا ايش انت بدك تديها اس تي ار تاخذ اس تي ار فانت حتديها لستة وهذا الكلام لا يجوز. لا الاجابه خاطئه. وايل المشكله مش في الوايل لما هينا عاملينها بالفور. الوايل حتحل المشكله الواي اس تي ار بالاور كيف ماي اس تي ار انت حتلف على احرف وانا بدي كلمات. نعمل الاندكس من 0 ل 4 مثلا او سلاين يعني اندكس من البدايه للنهايه. كيف من البدايه للنهايه؟ لان اخذنا سلاين لين لا تكسين سلايم سلايس ايوه سلايس اللي هي طب ماشي طب ما هي البدايه للنهايه هي نفس الكلمه. يعني انت قصدك انه زي هيك ونقول انه صح في الكلمه الاخيره
إنما هيك هي معناها إنه كل string. ماشي، بنعمل في المتغير احنا ايش هو المتغير؟ ايش احط فيه؟ صح، مش هيلزم. كيف؟ انا نسيت احط لكم كمان واحدة هنا، يا دالة الريبليس انتو اكيد اخدتوها، فبالتالي بيصيروا 15. ترجع سترينج، تستبدل لك نص بنص، تمام، وبترجع لك سترينج. ريبليس سترينج with a new. طبعا طبيعة الحال هنا substring with a new substring. نرجع هنا، هنا طب ما احنا كتبنا end-sweat، ايش احط بعديها؟ تقول ليش end-sweat؟ قل لي حل كامل. ولا كونتينيو ولا بريك. كيف؟ طيب ممكن اقرب لك انا شويه تنتهي. يبقى انا ايش بدي؟ بديش الكلمه كلها، ايش بدي؟ اخر حرف. كيف اجيب اخر حرف؟ كيف بدي اجيب اخر حرف؟ سالب واحد. وبعدين بدون تقطيع، بدون تقطيع اصلا. الكلمه هي عباره عن ليست اوف كاركترز، هي مقطعه وجاهزه. فبالتالي انت لما تقول وورد اوف الزيرو، اول حرف ماينس واحد اخر حرف. هلقيت اخر حرف هذا بدنا نشوفه، هل هو اي او A أو O أو I أو U، بدنا نشوف واحدة من هذول الخمسة. ممكن نحطه هيك بتصير أصغر شوي، بس برضو طويلة. دي عمل الخمسة وأنا واحد كسلان. الحل انه انت تستخدم ال N. لسه بدك تقولها، تقول يا قوم يا قلبي. وهي هي قلبتها تحذير يعني، يعني لا الموضوع مش هيك. جرب بريك، جرب كونتينيو، جرب وايل، جرب لا، شوف كيف. بنروح بنعرفها كلها زي هيك A E I O U، وممكن تعملهم كليست. هي فعليا السترينج هو عبارة عن ليست اوف كاركترز، فبالتالي شوف الشل ايش فايدتها. هاي الفاولز، هلقيت كلمة كات نجيب اخر حرف ناقص واحد، فعلا جابه. لنفحصه ان، نستخدم الان اوبريتور في الفاولز. معنى ذلك انه هل التي موجود في هذا السترينج؟ هل الحرف موجود في احد الاحرف هذول؟ ليست اوف كاركترز زي هيك، فبالتالي فولس. يبقى شغال صح، يبقى هذا تنتهيش بحرف متحرك. بينما الكيت او الابل تنتهي بإي. انت بدك تجيب اخر حرف الإي صح بهذه العملية، بدك تشوف هل هي موجودة في الفاولز اللي هي موجودة
انه تكون احد هاي الاحرف، فهنا برجع لك ترو موجوده. يعني هاي الابل اوف الماينس واحد، ايش رجع لك؟ اي صح. وكانه انت بتقول هل الاي ان اي 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 او يو موجوده ولا مش موجوده؟ موجود تمام. نعم. فبالتالي بقول انه word of minus واحد n vowels ساعتها بطبع هاي الكلمة، بطبع الكلمة كلها. هنا انا بفحص اخر حرف تمام. فبالتالي بدي اياك تصحصح معايا وتقرأ نص السؤال كويس. هاجيت من النص هذا ايش المفروض يرجع لي؟ خلينا نشوف. رجع لي hello عشان ال O والname عشان ال E واللove عشان ال E تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب انت سويد انه بتفحص لك بنفع، بس الحل حيكون طويل. يعني هاي بدي احلل لك اياها بطريقتين. بعد هنا هاي print solution واحد، وهنا print forward in words if the word ends with a or e السنه في الثانيه or اي وهي انتر عشان تنزل تحت. او ممكن اعمل لك هنا انه يعمل راب ولا واحدة بنزل اور. شايف قديش طويل؟ منطق الكلام هذا؟ مبرمج اللي بيسوي زي هيك؟ مبرمج اكثر انه يعمل زي هيك. انا بضطر بدي اعمل. لا ما بضطر بدي اعمل. بدك حل ثالث؟ هي حل ثالث. اللي هو اللي انتو حكيتوه في الاول انه بيكون اقل اختصارا من هذا. فبالتالي انه باجي بقول if الورد اخر حرف بدل ما ends with طويلة بتساوي a or اخر واحد كان هي واحدة تنتين ثلاثة أربعة، وهنا E وهنا I O U. يعني ها أهون شوية من هذه. هذه أخذت ثلاثة أسطر، هذه أخذت سطرين، أهون شوية طبعا. أحسن حل هذا. أجيت تشوف الحل. الحل حلول الثلاثة كلها يفترض تعطي لك نفس النتيجة. هاي الحل الأول hello name love
حالة تانية hello name love، حالة تالت hello name love. حلول متطابقة. تمام؟ طيب ناخد مسألة تانية بدنا نتعامل فيها مع الأحرف. نتعامل مع الأحرف زي هيك مثلا. اكتب برنامج لعد المسافات في نص. مسافات spaces مسطرة. انت بدك تعمل مع كلمات ولا بدك تتعامل مع احرف؟ ايش هي الدالة اللي بدك تستخدمها؟ ايش اللي بتفحص سبيس ولا لا؟ ايز سبيس. تمام؟ فبالتالي هنا فور سي اتش، سي اتش يعني كاركتر ان. خلينا ناخذ اول حاجة ماي اس تي ار بتساوي ان دوت ch n my str. كيف بدنا نحدد هذا الكاركتر انه سبيس ولا مش سبيس؟ if ch dot is space. وهنا بدي اكتب لك كومنت انت ممكن تعملها برضو بطريقه ثانيه، انه ch بتساوي سبيس زي هيك. اثنين بنفعوا f طبعا بطبيعة الحال. ساعتها شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل count plus equal 1. يفترض انه نكون معرفه هنا لانه ايش المطلوب؟ عد، تجيب لي عدد. وهناك المسألة ممكن احول لك اياها، اقول لك بدي مش تطبع لي الكلمات اللي بتنتهي باحرف متحركة، عد لي اياها قديش. وهنا في الاخر شو بدك تسوي؟ كيف؟ سؤالين. وين؟ نعم. هناك؟ لا، هناك انا بقول لك انه المطلوب انه انت تطبع لي الكلمات اللي بتنتهي بحرف متحرك. بقول لك ممكن اغير نص السؤال واقول لك بدل ما انت تطبعها عد لي اياهم بس. استخدم دالة كاونت. مش دالة كاونت، بتعرف كاونت وبتعمل هنا بلس واحد زي هنا. يعني هنا هنا مش اذا تحقق الشرط خدها بنطبعه؟ طيب. لا، هنا بكون بعرف كاونت وهنا بزود انه زود لي على الكلمات اللي احنا لقيناها واحد، في الاخير بتطبع الكاونت. طيب خلينا نشوف نشغل. لا يفترض هذا واينس. لا كم سبيس حيطلع؟ هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. فضل رجع لي ثمانية. مظبوط. تمام؟ فبالتالي أنت لفيت عليهم. هو طريقة الحل إنه بلف لي على الأحرف كلها. هل الـ H سبيس؟ لا، بيعدي لورا. الاي لا، ال ال او هذا الحرف. طيب اسبيس عد لي كاونت واحد، زود عليه واحد صار واحد. وهنا الام لا، واي لا، هنا صار اثنين وهكذا. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب
هذا اللي انا كنت احكي لك عنه، انه هناك انه يطبعهم بس هنا لعد الاحرف المتحركه في نص. لا هذا مش انه مشابه، هذا برضه هذا برضه بدك تتعامل مع الاحرف نفسها. يعني اكتب برنامج لعد الاحرف المتحركه في نص، هل المفروض انه اتعامل مع كلمات؟ هل المفروض اني اقطع؟ لا مش محتاج. فبالتالي هنا بدخل النص، وهنا عرفت الفاولز، وهنا count بتساوي 0، هنا for letter my str letter، هيك انت بتلف على احرف. اذا اللتر هذا موجود في الفاولز ساعتها بعمل count plus 1 وبطبع الكاونت. تمام؟ واضح المسألة ايش بده؟ يعني بده انه هذا النص احنا ايش نعد؟ عد لي الاحرف المتحركة. الاتش لا، اي واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. وين 11؟ الاي عشانها كابيتال، الاز هنا بحسبها. تمام؟ ف 11 زي ما ذكرنا. طب اذا بدك اياه يعد انه سواء كان كابيتال ولا سمول بالضبط. هنا دوت لور، هيك انت بتضمن انه سواء كان كابيتال ولا سمول بيعد لك اياه. فبالتالي هنا حيصير 12، هي نفس هذا النص 12. كيف ايش؟ لا انت بتفحص انه اذا كان اللتر ان فاولز، وهنا اذا اللتر بعد تحويله للور كيس هل هو موجود في الفاولز؟ اي معنى هذا الكلام؟ هنا تفحص هل الحرف موجود في الفاولز بغض النظر كابيتال ولا سمول، لكن هنا هل الحرف بعد تحويله للور موجود في الفاولز؟ عدها هي 12، كان 11 صار 12، الاي كابيتال عدها. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب ناخذ كمان مسألة count خبر. قبل ناخذ انا count space انا لسه ما اديتهاش، خليني اديها. هاي هنا اكتب برنامج لعد المسافات في نص. حلينا؟ ما حليناش الطريقة الثانية. حلينا الطريقة الأولى إنه إحنا لفينا عليه وزي هيك. فهذا بدي أطلع print solution واحد، هنا print solution اثنين، قبليها بدنا نحط فاصل. فعليا الحل الثاني بياخذ مني سطر واحد بس. كيف؟ Thank you.
نفس الحل، هذا 8 وهذا 8 فعليا بسطر واحد. عشان هيك توقع في الامتحان اجي اقول لك انه ماشي انت ممكن تحل لي بطريقه هذه عباره عن سطر واحد، اجي اقول لك لا بدي طريقتين، بدي اشوفك كيف انه انت بتفكر. البرمجه تفكير تمام مش حفظ، فبالتالي ممكن انه اجيب لك سؤال انه تحله بطريقتين مختلفتين. طيب ايش الحل الطريقه الثانيه؟ آه. الحل الأول قصدك؟ الثاني؟ مش احنا أخذنا في السترينج ده ليتل كاونت؟ صحيح، لا بيطلع لك انتجر. فبتدي له كاركتر، ايش الكاركتر بدنا نعده؟ قلت له عد لي السبيس. تمام؟ هنا كاونت أبر أو كابيتال ووردز، راح يكون عندك نص السؤال، اكتب برنامج لعد الكلمات بالأحرف الكبيرة. تمام، وفي ممكن يكون نص ثاني بالسؤال اكتب برنامج لعد الكلمات التي تبدأ بحرف كبير. في فرق بيناتهم ولا ما فيش؟ هذا ايش بده؟ هذا الكلمة كلها كلها تكون كابيتال، وهذا بس اول حرف. هنا خليني ادخل السترينج، بعدين مدام كلمات سبلت بعدين بنلف عليهم مدام عاد برضو كاونت يساوي زيرو. هيو عاد word in words. ايش الشرط؟ ما هو الشرط؟ كيف؟ اذا كان ايش؟ if word لا if word is upper بالضبط. count plus one بس print بدون quotation طبعا. هاي النص هذا، هنا ممكن نغير البايثون كلها كابيتال وأحمد قديش؟ اثنين ثلاثة. ليش ثلاثة؟ آي تمام؟ هاي وهاي وهاي. طيب نيجي للمسألة الثانية انه تبدأ بكابيتال، فخليني اخذ هذا تبدأ بحرف كبير. هنا اللي حيختلف اف اف ايش؟ اف كابيتال اف كابيتال اف start with ايش؟ start with بتفحصها انه substring معين، انا بدي اياها تكون capital. ها؟ اول حرف
هيك انت بتفحص بس اول حرف بغض النظر عن البقية. تمام؟ ساعتها بعمل count plus equal one. شايف التركات كيف؟ هاي نشغل وهنا ناخد النص هذا. هنا بايثون زي ما كنا حاطينها خلينا نحطها كلها كابيتال. احمد بس الاي كابيتال. وهلو مش ظبط. كيف؟ أربعة. هو أحمد وآي ولاف وبايثون. تمام؟ تلاحظ إنه هاي عدها وهاي عدها بغض النظر إنه اللي بعديه أبر ولا مش أبر. ونفس الشيء أحمد. طيب حكيت أنا بدي أعكس لك الموضوع كله. آخر مسألة بدي أختم فيها. Switch keys. أكتب دالة عشان ايش؟ جمع لك كل الامور مع بعض. تأخذ نص معناها باراميتر argument وتقوم بتبديل الكلمات او حالة الاحرف تبديل الكلمات بأحرف كبيرة لتصبح صغيرة والعكس. ما هو انت ريبليس ايش؟ ايش بدريك انه هذه كابيتال ولا سمول؟ كمان مرة شوف لي نص السؤال. بدي اياك تكتب دالة تاخذ نص. لما تلاقي الكلمة كابيتال حولها سمول. تلاقي سمول تحوله كابيتال. بدك تقلب الدنيا يعني. كابيتال سمول والسمول كابيتال. تمام؟ تمام؟ فهنا بنعرف دالة. اه طبعا بنعرف دالة ديف سويتش كيس. سويتش يعني اقلب حالة الأحرف. السترينج هذا حدخله؟ لا arguments. فهنا حيصير my str. طيب بلزم اقطع؟ بلزم بدك تتعامل مع كلمات capital صير small. small capital بدك تتعامل مع كلمات. فبالتالي هنا words تساوي طب والنتيجة مش بدنا نراجع نتيجة. بروح بعرف هنا result بتساوي empty string نص فاضي وبضلني بعمل فيه concat. باخذ الكلمة بشوفها أبر بحولها capital وبروح بعملها concat في result. باخذ كلمة تانية لقيتها lower بحولها أبر وبعمل concat and so on وهكذا. كيف؟ لا مش عشان ما يتشبكوش، عشان انه انت تحفظ النتيجة اول باول. ما انت حتضيف سبيس forward inwards. هنا الشغل كم شرط لازم اللي هو
سواء كان كابيتال او سمول او ايش او انه بتجمع كابيتال وسمول. فبالتالي هنا اف وورد دوت از ابر تمام ايش بروح بسوي ايش المطلوب من حاليها لو فبالتالي result plus equal concat word dot lower زائد space الف حكينا ثلاث حالات مدام ثلاث حالات if الف else word is lower شو بدنا نسوي ساعتها نفس هذا الكلام بس بدل أبر بدها تصير بدل لور بدها تصير أبر غير هيك بنسيب الكلمة زي ما هي زي كيف مثلا لاحظ انه مثلا على سبيل المثال هاي الكلمة انه أبل هدي فيها كابيتال وسمول اول حرف كابيتال والباقي سمول فبالتالي بنطبقش عليها الشرط تمام ساعتها بنخليها زي ما هي فبنقول انه الريزلت بتساوي الكلمة بدون ولا شيء بنخليها زي ما هي وبعدين اخر خطوة ريترن الله ينور عليك لا ريزلت ارجع للنتيجة استدعاء تمام نعمل استدعاء طبعا في برينت switch case وبندي له مثلا hello احمد ايش المفروض يصير بالضبط hello بدها تصير capital واحمد بدها تصير small شغاله تمام والسبيس هيو موجود طيب نجرب string تاني ممكن تعملها انبوت هذا موضوع تاني فهنا بدي اضيف انه هلو او ويلكم ويلكم تو بايثون تمام ويلكم زي ما هي تو تصير كابيتال بايثون بتصير سمول نعم ليش لانه بتطبقش عليها شرط لا ابر ولا لور ليش لانه خليط بين احنا حكينا دالة الابر انه لازم يكونوا كلهم واللور لازم يكونوا كلهم سمول فبالتالي بنطبقش عليها شرط فبقول لك انه خليها زي ما هي تمام فبالتالي هنا نص السؤال انه تبديل الكلمات احرف كبيرة كل انه ما قلت لكش اللي تبدا بقول لك الكلمات باحرف كل الاحرف يعني تمام هاي لو قلت تبدا خلاص بختلف السؤال وبختلف الحل تمام بالضبط فبيصير انه انت بتفحص على اول حرف وساعتها بتطبق المطلوب تمام واضح ممكن نستخدم ريبليس ايش بدك تدي نص قديم ونص جديد قول لي ايش هو النص القديم والنص الجديد مش معروف صحيح انت مش عارفه كابيتال ولا سمول عشان تقول انه ريبليس عشان انا قلت هنا تبديل خلاص يبقى ريبليس لا خلي بالك تمام واضح يا شباب هيك بنكون خلصنا برمجة واحد برمجة الوسائط واحد إلى أمل اللقاء بكم في الجزء الثاني إن شاء الله في شيء خلاص يعطيكم العافية